السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم عن chapter 2، chapter الالاينمنت. اتكلمنا في اول chapter عن القطر ازاي بيتحرك، ايه الفورسز اللي بتقدر تحركه، وايه الريزيستنس اللي بتقاوم حركه القطر دي. اما الثاني chapter الالاينمنت هنتكلم عن التراك ذات نفسه اللي شايل القطر. القطر او التراك بتاع القطر زيه زي العربيه، مفيش أقدر أروح من نقطة لأي نقطة تانية في خط مستقيم، أكيد هحود يمين هحود شمال، ممكن الطريق يبقى طالع أو نازل، ممكن أطلع كوبري أنزل نفق. نفس الكلام في السكة الحديد، عمري ما هقدر أعمل خط سكة حديد يربط لي ما بين محطتين يكون الخط ده أفقي وفي خط مستقيم، لازم هلاقي الأرض طالعة، فأنا مضطر إن أنا أطلع بالسكة الحديد بتاعتي أو نازلة أو داخلة يمين أو داخلة شمال. بس المشكلة في السكة الحديد عن الطرق، إن أنا في الطرق بتحرك بعربيات، فأنا العربية ممكن تتحرك يمين وتخش يمين على طول تقدر تكسر، أما القطر مقدرش يكون ماشي في خط وبعد كده عايز يحود يمين أو شمال ويحود مرة واحدة، فاللي بيحصل إن إحنا بنعمل كيرف عشان يقدر يحود عليه. فأنا عندي أكتر من نوع كيرف، عندي أول كيرف هو الفيرتيكال كيرف. vertical curve من اسمه كده، ده بستخدمه لما يكون عندي تغير في الجريد. يعني انا عندي كنت المفروض اطلع على جريد اي رقم، وبعد كده الجريد ده بقى نازل جريد واحد مثلا بخمسة في الالف، وبعد كده المفروض بقى انزل باربعة في الالف. القطر ما يقدرش يتحرك على الجريد ده وبعد كده في نقطة واحدة في نقطة يروح قالب على الجريد التاني، لازم أن يبقى فيه كيرف يربط لي ما بين التو جريدز دول، فبقى اسم الكيرف ده vertical curve. فالvertical curve بيربط ما بين تغير في الجريد، أي تغير في جريد واحد طالع وواحد نازل لازم بينهم vertical curve، حتى لو اتنين طالعين أو اتنين نازلين بس بقيم مختلفة لازم أن يكون رابط ما بينهم بvertical curve. يعني لو كنت طالع بجريد 3 في الألف وبعده جريد تاني بخمسة في الألف، ما يقدرش أربط ما بينهم مباشرة، لازم أن يبقى فيه ما بينهم vertical curve. طب أنا لو عايز أعمل ديزاين لل vertical curve محتاج أعرف حاجتين، أول حاجة الريديوس بتاع الكيرف ده، هحتاج أعرف الكيرف اللي أنا هعمله ده الريديوس بتاعه بكام. فالريديوس بتاع ال vertical curve بيساوي السرعة سكوير، سرعة كيلومتر بر اور سكوير يديك الريديوس بالمتر. اني سرعة؟ سرعة دلوقتي قالك لا، انا مينفعش اعمل التراك ده كله وكمان عشر سنين هيبقى فيه سرعات ازيد، يبقى المفروض محتاج ريديوس اكبر. فانا لما اجي اعمل الريديوس او اجي اعمل الديزاين بتاعي للريديوس بتاع الفيرتيكال كيرف لازم أن يبقى أنا معايا السرعة الفيوتشر، السرعة المستقبلية اللي هي أقصى سرعة هتمشي على التراك ده في المستقبل اللي هي اسمها S future، ومنها أحسب ال RV. ال S future دي هنتعلم إزاي بنحسبها بعدين. فأنا بشوف ال S future square يبقى ده ال R أو ده ال radius بتاع ال vertical curve. تاني حاجة محتاج أحسبها هي ال LV. ال LV هو الطول من أول نقطة بدأت فيها الكيرف اسمها first tangent لحد the point of intersection اللي هي تقاطع التو grades دول، اسمها point of intersection اسمها LV. الطول ده اسمه LV اللي هو من the point of intersection لحد the second tangent اللي هي النقطة التانية اللي الكيرف بيمس الجريد التاني. ال LV دي عبارة عن ال RV اللي احنا لسه حاسبينها مقسومة على 2000 مضروبة في ال G1 ناقص ال G2 الجريد الاولاني ناقص الجريد التاني بالاشارات بتاعته، بمعنى ان لو الجريد بتاعي طالع فهيبقى ال G1 بوستيف، فلو دي كانت G1 بخمسة فبقى ال G1 هعوض هنا بخمسة بوستيف 5، G2 كانت نازلة نيجاتيف 4 هعوض عن الجي 2 بالإشارة بتاعتها نيجاتيف 4 فيبقى 5 ناقص ناقص 4
هيبقى 5 زائد 4 ب9. فلاقي على طول الترم ده لو كان الاتنين عكس بعض، طالع وبعد كده نازل، أو نازل وبعد كده طالع، هلاقي الاتنين بيتجمعوا وبيطرحوا لما يكونوا الاتنين في نفس الاتجاه، طالع وبعد كده طالع، فالاتنين بوزيتيف، فلما أجي أعوض هنا هيطرحوا، أو نازل وبعد كده نازل تاني، نيجاتيف جي 1 نيجاتيف نيجاتيف جي 2، فهلاقيهم في الآخر بيطرحوا برضه. يبقى أنا عشان أعمل ديزاين للفيرتيكال كيرف محتاج أحسب الـ RV والـ LV. لما اجي احسب الار في لازم ارجع اعمل تشيك ان الار في ديت اكبر من الار في مينيمم. الار في مينيمم هي الاكبر من 2000 متر او اس سكويرد على 4. اكيد طبعا انا حاسبها من اس سكويرد، فاكيد هتبقى اكبر من اس سكويرد على 4، بس دي محطوطه علشان لو مش انت اللي عامل الديزاين، لو انت عندك ريديوس وتشيك عليه، فانا بتشيك عليه انه يبقى اكبر من مينيمم اللي هي الاكبر من الترم ده او من الترم ده. كده انا عرفت اعمل ديزاين للفيرتيكال كيرف، بس هل الديزاين بتاعي ده يقدروا ينزلوا ينفذوا بيه؟ اكيد لا. انا مش انا قلت الريدس بكام والطول ده بكام هيقدروا ينفذوا الكيرف ده على الطبيعه. امال ايه اللي بيحصل؟ الكيرف ده عشان يتنفذ محتاج احدد له كذا بوينت على الكيرف، وكل بوينت من دي منسوبها كام. يعني محتاج اقول له الفيرست تانجنت دي الكيلومتراج بتاعها بتاع السكه بتاعها على بعد قد ايه، فيعرف النقطه دي فين، واقول له منسوبها كام فيقدر ينفذ النقطه دي. نفس الكلام ممكن بعديها ب 100 متر اقول له منسوبها بكام، بعديها ب 100 متر منسوبها كام، فيقدر ينفذ الفيرتيكال كيرف ده. طب انا ازاي هجيب منسوب كل نقطة على الكيرف دي؟ قال لك الكيرف ده عبارة عن جزء من دايرة، فالمعادلة بتاعته بتساوي الواي بتساوي اكس سكويرد على 2 ار. الواي هو البعد ده عند اي نقطة، دي الواي. الاكس هو البعد الافقي، يعني انا لو شفت المسافة دي الافقية كام اعرف احسب الواي دي. طب انا لو حسبت الواي دي اعرف اجيب الليفل هنا اهو. ما انا لو مديك جيفن الليفل بتاع الفيرست تانجنت وانت عندك المسافه الافقيه دي، تعرف تجيب المنسوب هنا؟ المفروض ما اعرفش. انا عارف الجريد ده بس ازاي اعرف اجيب المنسوب ده؟ قالك المسافه اللي انت عندك الافقيه دي اللي هي المفروض تبقى اكس، قالك هي اللي على المايل. نفس المسافة الاكس اللي على الافقي هي اللي على المايل. ليه؟ علشان الجي 1 دي رقم صغير جدا، هنتكلم 4 في الـ1000 5 في الـ1000، فالزاوية اللي هنا دي زاوية صغيرة جدا، فالمسافة الافقية هي تقريبا المسافة المايلة دي. فانا لو عارف الليفل بتاع فيرست تانجنت والاكس دي قلنا كل 100 متر مثلا، فدي 100 متر، اعرف اجيب المنسوب هنا. هذا ما انا عارف الجي 1، فانا من منسوب الفيرست تانجنت اعرف اجيب المنسوب هنا. ولو جيت عوضت في القانون ده الواي، الاكس دلوقتي بقت ب 100، الار في حسبتها اعرف اجيب الواي دي قيمتها كام. جبت المنسوب عند النقطه دي اطرح منه الواي، كده عرفت اجيب المنسوب على التراك بتاع الاصل. بعديها ب 100 متر يبقى الاكس بقت ب 200 وهكذا. عايز اجيب المنسوب في اعلى نقطه هنا، فالاكس ساعتها بقت بالال في، دي الاكس بتاعتي بقت بالال في. فلما اجي احسب الواي عند البوينت اوف انترسكشن، الواي دي كلها هيبقى الاكس اللي اسمها ال في سكوير مقسوم على 2 ار في. عرفت اجيب الواي دي، الواي بتاعت البوينت اوف انترسكشن. عندي المنسوب هنا اللي انا اعرف اجيبه من الفيرست تانجنت والجي 1 والال في، اعرف اجيب المنسوب عند البوينت اوف انترسكشن، انا اطرح منه الواي اعرف اجيب المنسوب هنا وهكذا. يبقى كده انا عرفت اعمل ديزاين للفيرتيكال كيرف ار في والال في، وعرفت كمان اعرف اجيب اي منسوب نقطه على الكيرف ده. الفيرتيكال كيرف تاني بستخدمه لما اجي اربط ما بين اي تو جريد مختلفه. نفس الكلام
في الهورزونتال كيرفز. الهورزونتال كيرفز من اسمها كده دي كيرفات افقيه، فهتبان في البلانات. انا كنت ماشي في اتجاه معين وعايز اكسر يمين او عايز اكسر شمال، فما ينفعش القطر يفضل ماشي ويجي عند نقطه ويخش يمين مره واحده او يخش شمال مره واحده، لازم أن يبقى فيه كيرف ينقلني من الاتجاه ده للاتجاه ده. عشان كده عمري ما هشوف الهورزونتال كيرف غير في البلان، عكس الفيرتيكال كيرف انا بشوفه في الاليفيجن، عشان انا شايف جريد، شايف جريد طالع جريد نازل جريد طالع وبعد كده جريد طالع بمنسوب اعلى. فعشان كده بلاقي الفيرتيكال كيرف على طول بشوفهاش غير في الاليفيجن، اما الهورزونتال كيرف لازم انا اشوفها او ما بشوفهاش غير في البلانات. الديزاين بتاع الهورزونتال كيرف بيختلف عن ايه بقى في الفيرتيكال؟ قال لك اول حاجة في الهورزونتال كيرف دي بنعملها لما اجي اعمل اي كيرف ما اقدرش اعمل الكيرف لوحده بس. ليه؟ قال لك ان القطر لما يجي ياخد كيرف على سرعة معينة انا خايف القطر بقوة الطرد القطر ده يخرج من السكة، بالظبط زي السباق بتاعة العربيات بتاعة الفورمولا، بتلاقي التراك صغير قوي وفي ملفات كبيرة والعربيات بتبقى على سرعة عالية، فتلاقي الأرض بتبقى مايلة، بيبقوا عاملين التراك مايل. ليه؟ علشان العربيات وهي ماشية بسرعة عالية ما تطرش بره التراك. نفس الكلام وأنا بعمل الهوريزونتال كيرفز دي، بعمل حاجة اسمها سوبر إليفيجن، حاجة اسمها إي، بخلي التراك بتاعي مايل. أنا القطر بتاعي بيبقى متشال على قضيبين، فبخلي القضيب الخارجي أعلى من الداخلي، يعني بخلي القضيب اللي بره أعلى من القضيب التاني، فبعايز ممكن عامل التراك بتاعي مايل. فالقطر لما يجي بسرعة معينة ويجي ياخد الكيرف ده، فالسوبر إليفيجن اللي أنا عامله الإي اللي أنا عاملها دي تمنع إن القطر يطير بره. طب أنا خلاص، يبقى أنا كل ما السرعة بتاعتي تزيد أكبر الإي، السرعة عايز أزود السرعة اللي على التراك أزود الإي دي. بس هل ينفع الموضوع يبقى unlimited؟ قال لك لا، انا لازم هاجي عند اي معينه اسمها اي ماكسيمم ما اقدرش ازود عنها. هتفرق في ايه؟ ما انت كل ما تزود الاي السرعه تزيد. المشكله ان لو القطر جه لاي سبب من الاسباب عطل او وقف في مكان الكيرف ده، يعني انت عامل سوبر اليفيجن والقطر جه لسبب راح واقف في الجزء ده، واقف في الكيرف ده، يبقى القطر ماله؟ مايل. يبقى انا خايف القطر وهو واقف هنا ومايل يقع. انا بدل ما كنت خايف ان هو جاي بسرعه عاليه انه يطير بره، لا ده القطر دلوقتي واقف وانت عامل لي سوبر اليفيجن في الارض ومعلي لي جزء وموطي لي جزء، فالقطر واقف في الحته دي مايل. فانت لو ما قعدت تعلي تعلي القطر لو جه وقف هنا ممكن يتقلب ويقع. فعشان كده في اي ماكسيمم. الاي ماكسيمم دي برقم معروف 150 ملي، يعني اكبر سوبر اليفيجن ينفع يتعمل عشان القطر ما يقعش هي 150 ملي. يعني الفرق ما بين منسوب القضيبين هي 150 ملي، 15 سنتي. طب انا اعمل هورزونتال كيرف، اعمل ديزاين للهورزونتال كيرف ازاي؟ ان انا اعمل ديزاين للسوبر اليفيجن ده، ان انا احدد قيمه السوبر اليفيجن دي، اقول الاي بتساوي كام. فانت عندك اكتر من اي، دي علاقه احنا قلنا بالسرعه. فقال لك لما بنيجي نعمل ديزاين للاي بنقول 2 اي، اي للوقت الحالي، اي نورمال او اي بريزنت للوقت الحالي، بطلعها من قانونين. اول قانون بستخدمه لما يكون عندي السرعات ثابته او اللي انا بشتغل على مترو، فالقانون ده 11.8 مضروب في الاس بريزنت اللي هي السرعات دلوقتي سكوير مقسوم على الار هورزونتال. الار هورزونتال بتبقى جبل، فاعرف اجيب الاي هنا. او في الخطوط الطوالي، خطوط الطوالي اللي هي بتربط ما بين المدن او الخطوط الخارجيه، بستخدم القانون اللي هو 8 اس بريزنت سكوير مقسوم على الار هورزونتال. فالرقم اللي بيطلع لي هنا انا باجي اعوض بالسرعه كيلومتر بالاور وبعوض بالار الريديوس بالمتر، بيطلع لي الايديا بالملي، 30 ملي، 32 ملي، 40 ملي. الرقم اللي بيطلع لي
المفروض اللي بتنفذ اللي بينفذ السوبر ريفيجن دي مكنة بترفع القضيب، فدقة المكنة دي 5 مللي، يعني هي دقتها 5 مللي، تنفذ 30 مللي، 35 مللي، 40 مللي. فانت لو الاي جيت حسبتها وطلعت 31، فالاي اللي هنفذها هي 35، بقرب لأقرب 5 للأكبر، مينفعش للأقل. يعني 31 مللي مينفعش أقولها 30 مللي، يبقى كده السرعة دي محتاجة تقل. فلما يكون عندي الـ E طلعت لها 42، بقربها لأقرب 5 للأكبر، فيبقى الـ E بتاعتك 45 مللي. وقال لك أقل سوبر إليفيجن المكنة دي تقدر تعمله هي 25 مللي. المكنة دي متقدرش تعمل أقل من 25 مللي. فأنت لو الـ E طلعت لك بـ21 يبقى هنفذ الـ 25، طلعت معاك بـ19 يبقى اعملها 25. قال لك لا، يبقى مش هتعملش سوبر ايفيجن خالص. يعني لو اي بتاعتك بعد التقريب ما طلعتش 25 مش هنفذ سوبر ايفيجن. طب يبقى كده المفروض السرعه بتاعتك تقل. قال لك اه، ساعتها هتعمل ليميت للسرعه، وهنشوف ايه القانون اللي انا احسب منه السرعه الجديده. يعني انا لو مش هعمل سوبر ايفيجن ب 25 او اكبر، مش هعمل سوبر ايفيجن، واعمل ليميت للسرعه بتاعتي بقانون هنشوفه في الاخر. دي كده اول ايه، دي السوبر اليفيجن اللي انا محتاج اعملها دلوقتي اللي تقدر تشيل السرعات دي. قال لك تاني ايه محتاج احسبها، الاي بتاعت الفيوتشر، الاي بتاعت المستقبل. قال لك الاي بتاعت المستقبل دي اللي هيمشي عليها اكبر سرعه اس فيوتشر. قال لك الاي فيوتشر دي هي الاي مينيموم اللي هي بتساوي 11.8 الاس فيوتشر سكوير على الار هوريزونتال ناقص 100، فيطلع لك رقم بالملي. دي كده الاي اللي هعملها المستقبليه، وهي هي اسمها الاي مينيموم. يعني ايه اي مينيموم؟ اي مينيموم زي ما احنا قلنا، انا بعمل سوبر اليفيجن عشان القطر بتاعي ما يطرش بره التراك وهو جاي بسرعه عاليه وفي قوه طرد مركزيه، فالقطر ما يطرش بره. فالاي مينيموم دي اقل اي اقدر اعملها عشان القطر ما يطرش بره. يعني انا لو قليت عن الاي دي القطر هيطير بره التراك بتاعي. يعني انا لو انا كنت محتاج الاي مينيموم بتاعتي 50 مللي، فدي اقل اي اقدر اعملها. لو عملت 45 مللي، يبقى القطر لما يجي بالسرعه المعينه دي هيطير بره التراك بتاعي. فالاي مينيموم لاي فيوتشر بقدر احسبها من القانون ده. ومن هنا اقدر احسب الاس فيوتشر اللي احنا مستخدمينها في القانون ده، واللي احنا مستخدمينها كمان في حساب الار في بتاعه الفيرتيكال كيرف. بحسب الاس فيوتشر ازاي؟ اللي انا ساوي الاي مينيمم بالاي ماكسيمم. بمعنى الاي ماكسيمم اللي انت عملتها ال150 مللي اللي هي اكبر اي اقدر اعملها والقطر ما يقعش، تبقى بالنسبه لي اقل اي لو القطر جاي بسرعه عاليه قوي القطر ما يطيرش بره. فايه اكبر ايه اقدر اعملها ال 150 مللي، وايه الاي مينيمم اللي هي الاي اللي احنا قلنا عليها قانونها تحت دي. فانا بالنسبه لي بعتبر ان ال 150 مللي دي اقل حاجه اقدر اعملها عشان اطلع اكبر سرعه. يعني انا كل ما السرعه بتاعتي بتزيد محتاج اكبر الاي. انا السرعه بتاعتي 100 كيلومتر بالاور، فكنت محتاج 100 مللي. عايز اكبر السرعه ل 120 كيلومتر بالاور، بقيت محتاج 110 مللي، وهكذا. فانا عايز اشوف ال 150 مللي دي اقصى سرعه تقدر تشيلها بحيث ان القطر خلاص مش هيطير، ان دي تعتبر اقل اي اقدر اعملها تبقى سيف بالنسبه للقطر في السرعه العاليه دي، بحيث القطر ما يطرش عن التراك بتاعي. فبعتبر ان الاي ماكسيمم 150 دي اقل اي عشان القطر ما يطيرش، فاعرف اجيب اكبر سرعه اللي هي تبقى الاس فيوتشر بالنسبه لي. يبقى انا مستحيل يبقى عندي اكبر من السرعه دي، عشان القطر لو مشي بسرعه اكبر من دي مع الاي 150 هيطير بره التراك، وانا كده كده مش قادر انفذ اكبر من 150 مللي. فده الليميت بتاعي، انا الليميت بتاعي 150 مللي، فبشوف اكبر سرعه القطر يقدر يمشي بيها على 150
ملي من غير ما يطير بره التراك، فمن القانون ده اعرف اجيب الـ SFH. فانا لو باجي احسب القانون ده يبقى اكيد الـ EFH هتطلع بكام؟ 150 ملي. بس انت لو كنت حاسب الـ SFH من التراك ده، انت عندك شرط هنا الـ R horizontal، ان انت ممكن يكون عندك في المسألة اكتر من horizontal curve. يعني ممكن في نفس المسألة في اتنين horizontal curve ورا بعض، هل ساعتها هجيب S future لكل واحدة؟ لا، ده انا هجيب S future واحدة اللي ينفع للاتنين، اللي هي ايه؟ الكريتيكال. والكريتيكال عندي هيجي مع مين؟ اللي هتيجي من كيرف القليل، اقل كيرف فيهم هو يديك سرعة اقل، لان كل ما اكبر الكيرف، كل ما اكبر الار هوريزونتال، كل ما يقدر فيه سرعة عالية تمشي عليه، كل ما يكون الكيرف بتاعي مريح اقدر امشي بسرعة اكبر. فانا بشوف اصغر كيرف عشان يديني اقل سرعة فيقدر يسيب لي الاتنين. فانا لو بحسب القانون ده في عندي اكتر من كيرف في المسألة، اكتر من كيرف هوريزونتال، لما باجي اعوض بعوض عن الار هوريزونتال مينيموم هنا. فساعتها لما اجي احسب الاي فيوتشر الكيرف الصغير اللي انا حاسب منه هنا يطلع لي ب 150، اما في الكيرف الكبير يبقى الار هوريزونتال دي اكبر فيطلع الاي فيوتشر هنا اقل من 150 ملي. يبقى مش شرط على طول الاي فيوتشر لما اجي احسبها في المساله تطلع 150 ملي، ده بتطلع لو كان عندي اكتر من كيرف في المساله، اكتر من كيرف هوريزونتال. يبقى انا عشان اعمل ديزاين هوريزونتال كيرف بحسب اول حاجه الاس فيوتشر من القانون ده، بحسب الاي نورمال دلوقتي والاي فيوتشر. تالت حاجه بحسبها مسافه اسمها ال اي. ايه ال اي؟ قال لك انت لما تكون ماشي على خط مستقيم، خط المستقيم الريديوس بتاعه انفينيتي، وبعد كده عايز تخش على هوريزونتال كيرف ليه ريديوس معين صغير انت حاسبه او هو مديهولك، وبعد كده من الكيرف ده هترجع لخط مستقيم تاني. قال لك انا ما بقدرش اعمل كده مره واحده، ما اقدرش اخش من خط مستقيم على الكيرف الهوريزونتال ده مره واحده. امال ايه اللي بيحصل؟ قال لك انا بعمل حاجه في النص اسمها سبايرال كيرف، منحنى انتقالي بيجيبني من الخط الافقي للكيرف اللي انت عايز تعمله بالريديس اللي انت عايز تعمله. المنحنى الانتقالي ده بطول قد ايه؟ قال لك بطول اسمه ال اي. نص ال اي ده لو جينا بصينا هنا، انا المفروض الكيرف الهوريزونتال كان يبتدي في النقطه دي وينتهي عند النقطه دي. دلوقتي انا مش هبتدي هنا، مش هخش على الكيرف ده على طول، لا ده انا هبتدي بمسافه قبليها بمسافه ال اي على الاثنين، ابتدي السبايرال كيرف بتاعي واطلع هنا. ما بقاش في هنا لسه مش عامل سوبر اليفيجن، والسوبر اليفيجن بتاعي عشان عايز، قلنا في الهوريزونتال كيرف لازم انا بعمل سوبر اليفيجن، ومن هنا ابتدي اعمل السوبر اليفيجن بتاعي في السبايرال كيرف ده لحد السبايرال كيرف ما يخلص بعد مسافه اللي نصها هنا اللي هي على الاثنين، ونصها بعديها اللي هي على الاثنين، بحيث لما اوصل للنقطه دي يبقى انا وصلت للسوبر اليفيجن الكامل بتاعي الاي الكامله بتاعتي، واكون دخلت في الهوريزونتال كيرف ده. نفس الكلام وانا خارج من الهوريزونتال كيرف، ما ينفعش اخرج من الهوريزونتال كيرف على طول على الخط الافقي، بعمل سبايرال كيرف هيبقى نصه قبل النقطه دي بال اي على الاثنين، ونصه بعد النقطه بال اي على الاثنين. نفس الكلام لو هنا كان السوبر اليفيجن كامل هيبتدي يقل، نصه هيبقى عند النقطه دي لحد ما يبقى هنا مفيش سوبر اليفيجن خلاص عشان انا خرجت بره الهوريزونتال كيرف. اخر حاجه او رابع حاجه عايز احسبها اسمها دلتا، او التشفيته اللي حصلت دي بقى بسبب السبايرال كيرف اللي زودتها هنا واللي زودتها هنا، بقى في تشفيته ما بين الهوريزونتال كيرف اللي كنت عايز اعمله واللي حصل. قال لك التشفيته دي هتساوي ال اي اللي انت حسبتها، ال اي ديت هنعوض هنا كل حاجه بالقيمه بتاعتها، الاس كيلومتر بير اور، الاي بالملي، فيطلع لك ال ال دي ال اي دي مسافه فتطلع لك بالمتر. لما نيجي نحسب الدلتا نفس الكلام،
حط ال ال اي اللي احنا جبناها بالمتر اقسمها على الار هورزونتال يطلع لك الدلتا دي بالمتر برضك. اخر حاجه في الديزاين الرو او الكيرفيتشر بتاع الكيرف ده بيساوي 1000 على الار بتاعه الهورزونتال. الار هورزونتال دي في الاغلب هو بيديها لك، بس احنا لو في اي حاجه احنا حسبناها فلازم ارجع اعمل تشيك على الار هوريزونتال دي انها تبقى اكبر من ار هوريزونتال مينيمم، والار هوريزونتال مينيمم بتبقى 500 متر في القطرة او في التراك الطوالي، 300 في الضواحي اللي هي داخل المدينة، و 180 في الاحواش والمخازن. يبقى كده انا عرفت اعمل ديزاين للفيرتيكال كيرف وديزاين للهوريزونتال كيرف. طب هل ممكن الاثنين دول يجوا لي مع بعض؟ يعني احنا قلنا ده بيبان في الاليفيجن عند تغير الجريد، والهوريزونتال بيبان في البلان عند تغير الاتجاه. هل ينفع او هل ممكن وانا بغير الاتجاه وبخش يمين الاقي الارض بتاعتي كانت بتطلع وتنزل؟ او طبيعي ممكن يحصل، ممكن وانا داخل على الكيرف ده الاقي الارض بتاعتي طلعت ونزلت، فانا محتاج مع الهوريزونتال كيرف ده فيرتيكال كيرف برضك. يعني انا محتاج مع الهوريزونتال يبقى فيه فيرتيكال كيرف. قال لك انا ممكن اعمل الاثنين دول مع بعض بس بشرط واحد بس، ما ينفعش اعمل الفيرتيكال كيرف والسبايرال شغال. يعني عمري ما اقدر اعمل فيرتيكال كيرف وانا في المنطقه دي اللي فيها السباير، في المنطقه دي اللي فيها السباير. لو انت كان عندك فيرتيكال كيرف في الاول خلصه قبل ما تبتدي السبايرال بتاعك. لو انت عندك فيرتيكال كيرف في النص يبقى بعد ما تخلص السبايرال ابتدي الفيرتيكال كيرف بتاعك لحد هنا. يبقى انا لو عايز اعمل فيرتيكال كيرف ما بين موجود جوه هوريزونتال كيرف ما ينفعش اجمع فيرتيكال كيرف مع سبايرال كيرف، بس ينفع اجمعه مع الهوريزونتال، ينفع يبقى موجود في المنطقه دي. في كيرف تاني نوع من انواع الهوريزونتال كيرف اللي هو ايه، انا داخل لقيت هوريزونتال كيرف اتجاه معين، مشيت مسافة ولقيت هوريزونتال كيرف تاني في اتجاه عكسه او حتى في نفس الاتجاه. انا ممكن هوريزونتال كيرف كده وبعد كده هنا لقيت هوريزونتال كيرف لفوق كده تاني. بقال لك هوريزونتال كيرف يبقى انا عايز اعمل سوبر اليفيجن هنا، يبقى انا عايز اعمل سوبر اليفيجن هنا علشان القطر بتاعي ما يطرش. بقال لك عشان تقدر تنفذ هوريزونتال كيرف هنا وهنا، عايز تنفذ سوبر اليفيجن هنا وهنا، لازم يبقى في مسافه مينيمم ما بين الكيرفين دول. ايه المسافه دي؟ يعني انا عندي لو الكيرف ده نهايته A والكيرف ده نهايته B، لازم المسافه من A ل B تبقى اكبر من AB مينيمم عشان اقدر اعمل سوبر اليفيجن هنا واقدر اعمل سوبر اليفيجن هنا واعمل سبايرال كيرف في الاول هنا واعمل سبايرال كيرف في اخر الكيرف ده. قالك الاي بي مينيموم دي بتساوي الدي مينيموم اللي هي المسافه من هنا لهنا، الدي مينيموم زائد قلنا المسافه من عند النقطه اللي كنت المفروض ابتدي الهوريزونتال بس انا شفتها وبدات من هنا للسبايرال مسافه ال اي على الاثنين. فيبقى المسافه ما بين النقطه A والنقطه ديت بقت ال اي 1 على الاثنين. نفس الكلام هنا ال اي 2 على الاثنين. فيبقى المسافه ال اي بي مينيموم هي الدي اللي في النص ما بينهم زائد ال اي 1 زائد ال اي 2 على الاثنين، والدي مينيموم دي الاكبر من 6 متر او اس فيوتشر على 10. يعني بقسم اس فيوتشر على 10 واشوفها بكام وقارنها، لو اكبر من 6 يبقى هو الرقم ده دي مينيمم، لو اقل من 6 يبقى دي مينيمم ب 6. فدي اقل اي بي تبقى موجوده عشان اقدر اعمل سوبر اليفيجن هنا واقدر اعمل سوبر اليفيجن هنا. طب لو المسافه دي
اقل المسافه اللي عندي اقل من المينيمم او مفيش اصلا مسافه، ده انا ممكن الكيرف ده يبقى لازق في الكيرف التاني ده على طول. قال لك ساعتها انت مش هتقدر تعمل سوبر اليفيشن، يعني ادام مفيش مسافه كافيه ما بين التو كيرفز دول انا مش هقدر اعمل السوبر اليفيشن، يبقى السوبر اليفيشن عندي بزيرو. وقلنا كمان السوبر اليفيشن ما اقدرش اعمله امتى؟ لو كان الاي بتاعتي اقل من 25 مللي، يعني انا لو ما قدرت لو هنا مفيش مسافه مينيموم فانا مش هقدر اعمل السوبر اليفيشن. لو كان الاي بتاعتي اقل من 25 فانا مش هقدر اعمل سوبر اليفيشن. او هو يطلب منك يقول لك انت ما تعملش سوبر اليفيشن في المساله، او يكون في تقاطع، يعني في تقاطعات انا ما اقدرش اعمل سوبر اليفيشن وفي تقاطع. فالاي عندي دلوقتي بزيرو، قلنا ساعتها لازم نعمل ليميت للسرعه بتاعتي، لازم ساعتها خلاص انا مش هقدر اعمل سوبر اليفيشن فهبطئ القطر شويه. انا كنت بعمل السوبر اليفيشن ده عشان القطر هو جاي بسرعه ما يطيرش من على التراك، فانا مش قادر اعمل سوبر اليفيشن فلازم اعمل احط يافطه ليميت للسرعه اللي القطر يمشي عليها وهو بياخد الكيرف ده، بحيث لما يجي ياخد الكيرف ما يطيرش من على التراك من غير ما اعمل سوبر اليفيشن. القانون ده بيساوي ايه؟ قال لك الف على الار هوريزونتال بلس اور ماينس الف على الار هوريزونتال 2 اقل من 9000 على الاس سكويرد الاس الفيوتشر، او الاس اللي انت هتحسبها، الاس اللي انت هتعمل لها ليمت. امتى بوزيتيف وامتى نيجاتيف؟ قال لك بوزيتيف لو الكيرفين عكس بعض، لو الاثنين عكس بعض تبقى بوزيتيف، نيجاتيف لو الاثنين في نفس الاتجاه. ساعتها احط الاشارة دي يساوي، فيبقى المجهول الوحيد اللي عندي الاس، فاقول اقصى سرعة اقدر امشي عليها هنا او هنا بتساوي 50 كيلومتر بر اور. فالقطر وهو جاي عشان ياخد التو كيرفز دول ورا بعض ما يمشيش بسرعة اكبر من 50، عشان انا مش عارف اعمل سوبر اليفيجن، فالقطر وهو بياخد الكيرف ده ما يطيرش بره التراك بتاعي. حتى كمان لو عندي كيرف واحد بس مش تو كيرفز هنا، لو انا عندي كيرف هوريزونتال واحد ومش عارف اعمل فيه سوبر اليفيجن، اللي هي الحاله اللي احنا قلناها هنا، اللي انا جيت حسبت الاي وطلعت اقل من 25 مللي، فانا عندي كيرف واحد، فهنا عندي الف على الار هوريزونتال والترم ده مش هحسبه مفيش ار هوريزونتال 2، فيبقى الف على الار هوريزونتال بتساوي 9000 على الاس سكوير، ومن هنا اطلع الاس او الليميت بتاع السرعه اللي تقدر تمشي على التراك ده.